السلام عليكم، معكم المهندس إسماعيل محمود من أردوين حدائق حلوان. النهاردة درس جديد وتفاصيل أكتر عن أول برنامج عملناه في الدرس رقم 3. في الدرس رقم 3 كنا عملنا برنامج بسيط، كان الهدف منه تشغيل ليد اللي موجود على البورد اللي متوصل بين رقم 13. النهاردة هناخد تفاصيل أكتر عن البرنامج نفسه والهيكل والأوامر. عشان ندي تفاصيل او نشرح الهيكل والاوامر ماشيه ازاي، هنستخدم تولز اسمها فلوت شارت. فلوت شارت دي تولز نقدر نشرح بيها مكونات البرنامج ونقدر نستخدمها في حاجات كتير. الفلوت شارت عباره عن رسومات او اشكال بتوضح حاجه معينه، ترتيب معين ليها بدايه وليها نهايه، بتوضح شكل البرنامج وقلب البرنامج عامل ازاي انت عاوز تعمله. تعال نشوف دي كده الفلوت شارت بتاعتي او الاشكال بتاعت الفلوت شارت، تكون من شكل مثلا زي البدايه والنهايه واي اشكال تانية ممكن تتحط جوه البرنامج. مثلا عاوز اعمل طلب او معادله او مخرجات او حاله او شرط معين او اي حاجه انا عاوزها تتحط ما بين البدايه والنهايه، وبتبدا تترتب بشكل سلس بحيث ان انا ابقى عارف فين بدايتي وفين نهايتي. دي كده الفلوت شارت باختصار. ايه علاقه الكلام ده بقى بالبرنامج بتاعي والاردوينو؟ انا هستخدم الكلام دوت ان انا ابدا اشرح بيه الاردوينو نفسه. هيكله البرنامج او اي برنامج ليه بدايه وليه نهايه. تعال نشوف الاثنين دول ونقربهم من بعض. ده كان البرنامج بتاعي. هيكله البرنامج نفسها عامله ازاي؟ عندي بدايه ونهايه وعندي التعريفات والتهيئه وقلب البرنامج. المقابل لكل حاجه من دول التعريفات اللي هي ديفينيشن، التهيئه السيت اب واللوب. موجوده بقى الكلام ده في بص بقى البرنامج بتاعنا. هتلاقي في البرنامج بتاعنا الجزء اللي فوق السيت اب، اي جزء هنا ده عباره عن ايه؟ اي تعريفات عاوز تحطها نحطها هنا. البرنامج دوت مش محطوط له تعريفات بس دي مكانها. طيب وبعد كده السيت اب، جزء السيت اب بيبدا من اول السيت اب لغايه نهايه السيت اب، يبقى كده الجزء دوت. ده كده الجزء ده. والجزء اللي هو بتاع قلب البرنامج نفسه او اللوب هو الجزء ده. والنهايه نهايه البرنامج هتبقى بعد الجزء بتاع اللوب. ده كده الاستراكشر بتاع البرنامج نفسه متقسم ثلاث اجزاء. الجزء الاول اي تعريفات عاوز تحطها هنا، بعد كده الجزء اللي هو بتاع السيت اب اللي هو هيشتغل مره واحده، وبعد كده الجزء اللي هو بتاع اللوب اللي هيفضل شغال على طول، وبعد كده نهايه. يبقى كده ايه الفلوت شارت ساعدتني ان انا افهم شكل البرنامج كهيكله معمول ازاي. البرنامج بتاعنا دوت كان عباره عن ايه؟ كان بيشغل لمبه برضه بنفس الفكره بتاعت الفلوت شارت. هيشغل لمبه بعد كده لمده ثانيه، وبعد كده اطفي اللمبه وبعد كده لمده ثانيه، وبعد كده ايه ابدا من البدايه تاني وهكذا. عشان اعمل الكلام دوت لازم ابقى اول حاجه افهمها ان انا عاوز اعرف ان ايه بن هوصل عليه لمبه. احنا اخترنا البن اللي هو البلت ان اللي متوصل على رقم 13، فلازم اول حاجه اعرفها في البرنامج بتاعي في السيت اب ده دور ان انا هقول له والله بنت رقم 13 ده هيبقى اوتبوت، هبدا هيوصل عليه اجهزه، هطلع عليه كهرباء، ودي اول امر انا بشتغل بيه اللي هو البن مود، حاله البن نفسها. عندي نوعين، لا اما اوتبوت لا اما انبوت، دول اشهر اثنين. كده انا مختار ايه؟ الاوتبوت يعني كده هطلع كهرباء على 13 في حاله معينه، وحتى الكهرباء اللي انا هطلعها دي انا ممكن اطلع كهرباء زائد هي 5 فولت او ناقص اللي هي الزيرو، هطلع 5 او هطلع 0. عاوز اطلع 5 بقول له طلع هاي، عاوز اطلع 0 بقول له طلع لو. لو هو بيفهم انها زيرو. يبقى كده اول جزئيه ان انا بعرف السيت اب بنفسه ان في بن اسمه رقم 13 هنشغله اوتبوت. عرفنا كده والجهاز عارف ان هي 13 ده هيطلع اوتبوت. ادخل المرحله اللي بعديها اللي هي مرحله اللوب. مرحله اللوب هنكتب فيها البرنامج بتاعي اللي احنا عايزين نشغله. هناخد امر جديد اللي هو اسمه ديجيتال رايت 13 وها. ديجيتال رايت ده امر الكتابه بتاع البنات الديجيتال. احنا عندنا الديجيتال في اول درس اتكلمنا من 0 ل 13، دي الديجيتال بن وانا بتعامل معاهم، ودي 13 منهم. انا ابدا اشتغل ايه ديجيتال رايت. ديجيتال رايت دوت هستخدمه في حاجه من الاثنين، لا اما اقول له هاي لا اما اقول له لو. لو انا قلت له ديجيتال رايت وقلت البن بتاعي هاي مثلا، يبقى كده هحط كهرباء على الديجيتال بن دوت عالي 5. طب لو انا قلت له مثلا ديجيتال رايت 13 ولو، كده هيحط لي على 13 بن 13 هيحط لي 0، يعني هيطفيه، هيفصل منه الكهرباء. وانا في البرنامج دوت انا مستخدم فعلا الاثنين كونديشن دول،
ديجيتال رايت، اكتب لي حط لي هنا كهرباء وهنا ايه حط صفر، ده كده في اللوب. طب البرنامج نفسه اللي في اللوب ده كده، ده اول امر خلصناه، خلاص احنا عرفنا ان الديجيتال رايت هيبدا يكتب. طب ادي امر كمان اسمه ديلي، ديلي 1000، 1000 دي هو البرنامج هنا بيتعامل بالملي ثانيه، ال 1000 ملي ثانيه يعني بثانيه، يعني اصبر او وقف لمده ثانيه وهيفضل طبعا مشغل اللمبه دي. وبعد كده اعمل لي ديجيتال رايت اكتب لي على 13 صفر، 13 دي اللي هي كانت متوصله باللمبه، يبقى كده اللمبه هتشتغل لمده ثانيه وبعد كده تبدا تفصل، وبعد كده اصبر برضو ثانيه. اللوب الميزه بتاعته ان هو بيبدا يكرر الكلام ده كله، لو مفيش حاجه طلعته هيفضل يكرره على طول. يبقى كده هيبدا يشتغل، هاي حط كهرباء اصبر ثانيه، افصل الكهرباء اصبر ثانيه، وهكذا يقعد يكمل كده الى ما لا نهايه، يبقى عمره ما يطلع التوقف خالص، لان هو هنا لسه مخلص الشغل بتاعه اللي هو كان في اللوب. يبقى كده البرنامج هيبدا البدايه بتاعتي، مفيش عندي حاجات معرفه هنا في البرنامج، بعد كده هيبدا يعرف ان في 13 يعني استخدمها كاوتبوت خارج، واقدر اوصل عليها اي اجهزه انا عاوزها في حدود المسموح ليا. وبعد كده ابدا اشتغل الجزء اللي هو بتاع اللوب ويبدا يعمل لي البرنامج بتاعي، وده اللي فعلا معمول هنا. فاحنا كده خدنا ايه، اوتبوت وديجيتال رايت وديلي والفكره بتاعت السيت اب واللوب. شكرا والسلام عليكم.